ونستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المسلم إذا ختم الله تبارك وتعالى له بالحسنى فقد نجا وفاز. ولحسن الخاتمة علامات بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليها، وقد جمعها العلامة الشيخ ناصر في أحكام الجنائز، وأفردها بعض أهل العلم جزاه الله خيرا في جزء برأسه، وزاد في بيانها وتحريرها. وعلامات حسن الخاتمة هي: العلامة الأولى الموت على عمل صالح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. وهذا حديث صحيح أخرجه الترمذي والحاكم. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. وكل عمل كان على السنة فهو عمل صالح. وقد ذكر الشيخ ناصر رحمه الله تعالى أن أخاه كان في مجلس، وأظنه قال في أيام الحج، فأمر بسنة ثم توفاه الله تبارك وتعالى بعد ذلك. وذكر الشيخ رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيح، يعني يبعث كل إنسان على الحالة التي مات عليها. وفي الحديث دلالة على أن من شرع في عمل صالح ثم حيل بينه وبين إتمامه بالموت فإنه يرجى له أن يكتبه الله تبارك وتعالى له في الآخرة، وأن يجعله في الآخرة من أهل ذلك العمل الصالح، كالذي سقط عن راحلته وهو محرم فمات. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا الحديث في الصحيحين. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها، أي بتلك الخصلة، دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. أخرجه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. وهذا حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان يعني الرجاء والخوف، لأن الشاب قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله، فهذا رجاء، وإني أخاف ذنوبي، وهذا خوف.
فلا يجتمع الخوف والرجاء في قلب عبد في مثل هذا الموطن، يعني في حالة الاحتضار وعند الموت، إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، يعني أتعلق به مستمسكا به. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهذا حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وهذا حديث حسن لغيره، أخرجه الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. فهذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدل على أن الإنسان إذا أحسن الله تبارك وتعالى إليه فاستعمله، فوفقه لعمل صالح قبل أن يموت، ثم قبضه على ذلك العمل الصالح، فإن هذه دلالة من دلائل حسن الخاتمة، وأن الله تبارك وتعالى قد استعمله وقد أقامه على ما ينفعه الله تبارك وتعالى به في الدنيا وفي الآخرة. يقول الشاعر القديم: تزود من التقوى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا، وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم، وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها، وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. وأما العلامة الثانية من علامات حسن الخاتمة، نسأل الله تبارك وتعالى إياها، فهي الاستشهاد في ميدان المعركة. قال ربنا جلت قدرته: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، يعني ما بال المؤمنين يمتحنون بسؤال الملكين في قبورهم إلا الشهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وهذا الحديث أخرجه النسائي وهو حديث صحيح. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم ثباتهم عند السيوف وبذلهم أرواحهم لله تعالى، وأن ذلك دليل إيمانهم، فلا حاجة إلى السؤال. ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد. فقال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. أخرجه مسلم في صحيحه. يقول النووي الإمام رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم إلا الدين،
فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين، وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين، وإنما يكفر حقوق الله تعالى. القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، والدفعة بالضم ما دفع من إناء أو سقاء فانصب بمرة واحدة، وكذلك الدفعة من الناس الذين يأتون لا فرادا. فهذه أول خصلة من خصال الشهيد التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويحلى حلة الإيمان. وفي رواية الترمذي: يوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. في رواية الترمذي: فيزوج 72 زوجة من الحور العين. وهذا حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق من ثمرة الجنة، أو قال: من شجر الجنة. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: تعلق من ثمرة الجنة أو شجر الجنة، أي تأكل وترعى من أعالي شجر الجنة. وعن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أيكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النووي رحمه الله: فيه هذه الفضيلة العظيمة للمجاهد، وهي تكفير خطاياه كلها إلا حقوق الآدميين، وإنما يكون تكفيرها بهذه الشروط المذكورة، وهي أن يقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. وفيه أن الأعمال لا تنفع إلا بالنيات والإخلاص لله تعالى. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: اختلف في سبب تسمية الشهيد شهيدا، فقال النضر بن شميل: لأنه حي فكأن أرواح الشهداء شاهدة أي حاضرة. وقال ابن الأنباري: لأن الله تعالى وملائكته يشهدان له بالجنة، فشهيد بمعنى مشهود له. وقيل: لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد له من الكرامة. وقيل: لأنه يشهد له بالأمان من النار. وقيل: لأن عليه شاهدا بكونه شهيدا وهو دمه. وقيل: لأنه لا يشهده عند موته إلا ملائكة الرحمة. وقيل: لأنه الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل. وقيل: لأن الملائكة تشهد له بحسن الخاتمة. وقيل: لأن الأنبياء تشهد له بحسن الاتباع لهم. وقيل: لأن الله يشهد له بحسن نيته وإخلاصه. وقيل: لأنه يشاهد الملائكة عند احتضاره.
وقيل لأنه يشاهد الملكوت من دار الدنيا ودار الآخرة، وقيل لأنه مشهود له بالأمان من النار، وقيل لأن عليه علامة شاهدة بأنه قد نجا. وقال رحمه الله أيضا: وبعض هذه التعريفات تختص بقتيل المعركة، وبعضها يشمله وغيره، وبعضها مدخول لاشتراك غير الشهيد مع الشهيد فيها. وأما من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة ثم مات فإنه يغسل ويصلى عليه وإن كان يعتبر شهيدا. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: بلغني عن أهل العلم أنهم كانوا يقولون: الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى على أحد منهم، وإنهم ليدفنون في الثياب التي قتلوا فيها، وتلك السنة في من قتل في المعترك فلم يدرك حتى مات، وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه كما عمل بعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذه الشهادة ترجى لمن سألها الله بصدق من قلبه ولو لم يتيسر له الاستشهاد في المعركة. ففي صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة المرحومة. فاللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنك على كل شيء قدير. ولله در خبيب بن عدي رضي الله عنه حيث قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. أوصال أعضاء، والشلو الجسد، والممزع المقطع، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. وأما العلامة الثالثة من علامات حسن الخاتمة فهي أن يموت غازيا في سبيل الله تبارك وتعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه مسلم في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فصل في سبيل الله فمات، يعني من خرج في سبيل الله رب العالمين أي في الجهاد، أو قتل فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعيره. من فصل في سبيل الله فمات، من خرج غازيا في سبيل الله تبارك وتعالى فمات أو قتل فهو شهيد، أو وقصه أي صرعه فكسر عنقه، فرسه أو بعيره، أو لدغته هامة. والهوام هي ذوات السموم من الحيات والعقارب وغيرها، أو لدغته هامة، أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة. وهذا حديث حسن أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صرع عن دابته في سبيل الله فهو شهيد. وهذا الحديث أخرجه الطبراني وحسنه الحافظ ابن حجر وصححه الألباني. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والغزو شهادة. وهذا الحديث أخرجه الدارمي بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. لا يلج النار أي لا يدخل النار
أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم أبدا. والمنخر هو ثقب الأنف وفتحته. لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم أبدا. وهذا حديث صحيح أخرجه النسائي والترمذي والحاكم. وعن أبي عبس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله فهو حرام على النار. أخرجه البخاري والنسائي. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي ذلك إشارة إلى عظيم قدر الصبر في سبيل الله، فإذا كان مجرد مس الغبار للقدم يحرم عليها النار، فكيف بمن سعى وبذل جهده واستنفد وسعه. وأما العلامة الرابعة من علامات حسن الخاتمة، فهي أن يموت المسلم مرابطا في سبيل الله تعالى. فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. وفي رواية بالجمع: وأمن الفتان. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم والنسائي والترمذي والحاكم. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. الرباط ملازمة الثغور والمواضع التي يخاف هجوم العدو منها. وأصل الرباط أن يربط الفريقان خيولهم في ثغر، وكل منهما معد لصاحبه. ومن هنا سمي المقام في الثغور رباطا، والثغور مواضع المخافة، ومنه سميت المدينة على ساحل البحر ثغر. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، أي مع انقطاع العمل، وذلك من فضل الله تبارك وتعالى. وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان أي الشيطان، وأمن الفتان أي منكرا ونكيرا عند السؤال في القبر. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله، أي يزاد له عمله إلى يوم القيامة، ويأمن من فتنة القبر. كل ميت يختم أي تطوى صحيفة أعماله، ولا يكتب له بعد موته عمل. كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله، وفي رواية: ينمو له عمله إلى يوم القيامة، ويأمن من فتنة القبر. وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان، وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وهو حديث صحيح. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. وهذا الحديث أخرجه النسائي والترمذي والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله.
أخرجه الترمذي والحاكم، وهو حديث حسن وله شواهد. والعلامة الخامسة من علامات حسن الخاتمة أن يقتل الرجل المسلم مدافعا عن دينه. فعن سعيد بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قتل دون دينه فهو شهيد. أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح. ومن قتل دون دينه فهو شهيد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. أخرجه الحاكم والخطيب في تاريخ بغداد، وهو حديث حسن. وعن خباب رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة، وهي كساء مخطط، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم وسادة له تحت رأسه في ظل الكعبة. أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فشكونا إليه، يعني صنيع الكفار به. وقباب رضي الله عنه من المستضعفين الذين عذبوا في ذات الله تعالى، حتى كان الكفار يجعلون الجمر المحمية في ظهره، فما يطفئ الجمر إلا الوتك، أي الدهن الذي يسيل من ظهره. قال: فشكونا إليه فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فجلس محمرا وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أثر النوم أو من أثر الغضب لهذا السؤال. فقال صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض، ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل فرقتين، وما يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، ما يصرفه ذلك عن دينه. والله لا يتمن الله هذا الأمر، أي الإسلام، حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضر موت ما يخاف إلا الله تعالى والذئب على غنمه، ولكنكم تعجلون. أخرجه البخاري في صحيح. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بعمار وأمه وأبيه وهم يعذبون بالأبطح، والأبطح بطحاء متى، وهو مسيل واديها، وأصله المكان المتسع يمر به السيل، فيترك فيه الرمل والحصى الصغار، ويجمع أبطح على أباطح وبطاح. كان يمر النبي صلى الله عليه وسلم بعمار وأمه وأبيه وهم يعذبون بالأبطح في رمضاء مكة. والرمضاء الأرض أو الحجارة إذا حميت من شدة وقع الشمس عليها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. أخرجه الطبراني في الأوسط، وله شاهد عند الحاكم في المستدرك. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومر عدو الله أبو جهل بسمية أم عمار بن ياسر وهي تعذب، وبزوجها وابنها، فطعنها بحربة في فرجها حتى قتله، عليه من الله ما يستحق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال ابن بطال: أجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة. وأما غير الكفر فإن أكره على أكل الخنزير وشرب الخمر مثلا فالفعل أولى. ولله در القائل: ما بال دينك ترضى أن تدنسه، وإن ثوبك مغسول من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. وأما العلامة السادسة من علامات حسن الخاتمة فهي النطق بالشهادة عند الموت.
فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أخرجه أبو داود والحاكم، وهو حديث صحيح. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن عمر رآه كئيبا فقال له: ما لك؟ لعله ساءتك إمرة ابن عمك، يعني أبا بكر رضي الله عنه. قال: لا، وأثنى على أبي بكر خيرا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا فرج الله عنه كربته وأشرق لونه. فما منعني أن أسأله عنها إلا القدرة عليها حتى مات صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: إني لأعرفها. فقال له طلحة: وما هي؟ فقال له عمر: هل تعلم كلمة هي أعظم من كلمة أمر بها عمه؟ لا إله إلا الله. فقال له طلحة: هي والله هي. أخرجه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. وفي رواية لابن ماجه: إلا كانت نورا لصحيفته، وإن جسده وروحه ليجدان لها روحا عند الموت، والروح الرحمة والرضوان. فمن وفقه الله تبارك وتعالى للإتيان بهذه الكلمة الطيبة عند موته كان ذلك من علامات حسن الخاتمة. وعن المسيب بن حزن رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو، أي أبو طالب، على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وهذا الحديث حديث متفق على صحته. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني من حضره الموت ليس من مات، وسماهم موتى لأن الموت قد حضرهم. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. يقول النووي رحمه الله تعالى: والمراد ذكروه لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه، كما في الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ويقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: وقال بعض أهل العلم: إذا قال ذلك مرة فما لم يتكلم بعد ذلك فلا ينبغي أن يلقن ولا يكثر عليه في هذا، فإذا قالها ثم لم يتكلم بعدها فلا تكرر عليه. وروي عن ابن المبارك أنه لما حضرته الوفاة جعل رجل يلقنه لا إله إلا الله وأكثر عليه، فقال له عبد الله ابن المبارك رحمه الله: إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام. وروى ابن أبي حاتم في ترجمة أبي زرعة أنه لما احتضر أرادوا تلقينه، فتذكروا حديث معاذ رحمه الله، وهو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. تذكروا عند أبي زرعة لما حضرته الوفاة وأرادوا تلقينه حديث معاذ رضي الله عنه، فحدثهم به أبو زرعة بإسناده، وخرجت روحه في آخر قول لا إله إلا الله. يقول العلامة ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى: ويكون ذلك، أي تلقين المحتضر، في لطف ومداراة، ولا يكرر عليه ذلك ولا يضجره من يلقنه،
إلا أن يتكلم بشيء فيعيد تلقينه لتكون لا إله إلا الله آخر كلامه، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله. فهنيئا لمن مات ولسانه رطب من ذكر الله، وطوبى لمن ختمت حياته بلا إله إلا الله. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك، ولياذا بجنابه الرحيم. ولله در القائل: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. وأما العلامة السابعة من علامات حسن الخاتمة فهي الموت برشح الجبين، أي الموت بعرق الجبين. فعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: موت المؤمن بعرق الجبين. أخرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان، وهو حديث حسن: موت المؤمن بعرق الجبين، أي إنه لما حضرته الوفاة ومن كثرة ما يعالج من شدة الموت، فقد تبقى عليه بقية من ذنوب، فيشدد عليه حينئذ وقت الموت ليخلص الله تبارك وتعالى عنه تلك الذنوب. وقيل هو، أي هذا الرشح، هذا العرق، عرق الجبين عند الموت، هو من الحياء، فإنه إذا جاءت البشرى مع ما كان قد اقترف من الذنوب حصل له بذلك خجل وحياء من الله تعالى، فعرق لذلك جبينه. وقيل يحتمل أن عرق الجبين علامة جعلت لموت المؤمن خاصة وإن لم يعقل معناه، يعني وإن لم يعقل معنى هذا العرق. الحاصل أن علامة من علامات حسن الخاتمة أن المؤمن إذا كان في حال احتضاره وإذا كان في سياقة الموت فإنه يرشح بالعرق جبينه. موت المؤمن برشح الجبين، موت المؤمن بعرق الجبين. وأما العلامة الثامنة من علامات حسن الخاتمة فهي الموت تحت الهدم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة، وهذا العدد لا مفهوم له، لا يفيد الحصر، وقد وردت النصوص الصريحة بما هو أكثر من ذلك. الشهداء خمسة: المطعون، يعني الذي يموت بمرض الطاعون، والمبطون، يعني الذي يقتله مرض في بطنه، والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله، متفق على صحته. وصاحب الهدم، وأيضا وصاحب الهدم، والهدم هو البناء المهدوم، وأما الهدم فالفعل نفسه. الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله تعالى. وعن جابر بن عتيك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي يموت تحت الهدم شهيد. أخرجه مالك في الموطأ والنسائي وأبو داود والحاكم، وهو حديث صحيح. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يقع عليه البيت فهو شهيد. أخرجه ابن عساكر بإسناد صحيح. قال النووي رحمه الله: واعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام: أحدها المقتول في حرب الكفار بسبب من أسباب القتال، فهذا له حكم الشهداء في ثواب الآخرة وفي أحكام الدنيا، وهو أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. والثاني من أقسام الشهيد: شهيد في الثواب دون أحكام الدنيا، وهو المبطون الذي يموت بداء البطن، والمطعون الذي يموت بالطاعون، وصاحب الهدم، ومن قتل دون ماله، وغيرهم ممن جاءت الأحاديث الصحيحة بتسميته شهيدا، فهذا يغسل ويصلى عليه.
وله في الآخرة ثواب الشهداء، ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول، أي الذي يموت مقتولا في حرب الكفار بسبب من أسباب القتال، فهذا شهيد الدنيا والآخرة. وأما الذي أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الشهادة دون القتل بأسباب القتال في المعركة فهذا شهيد الآخرة، وأما في الدنيا فتجري عليه تلك الأحوال من الأحكام التي تجري على سائر الموتى. وأما الثالث من أقسام الشهيد فهو من غل، والغلول هو الخيانة، وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة، من غل في الغنيمة، وشبهه ممن وردت الآثار بنفي تسميته شهيدا إذا قتل في حرب الكفار، فهذا له حكم الشهداء في الدنيا، ولا يغسل ولا يصلى عليه، وليس له ثوابهم الكامل في الآخرة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في الآخرة، جعل الله عذابها في الدنيا القتل والزلازل والفتن. هل هذا على ظاهره هكذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في الآخرة، جعل الله عذابها في الدنيا القتل والزلازل والفتن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هو محمول على معظم الأمة المحمدية لثبوت أحاديث الشفاعة أن قوما يعذبون ثم يخرجون من النار ويدخلون الجنة، فهذه العلامة من علامات حسن الخاتمة، وقد دلنا عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي الموت تحت الهدم. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. وأما العلامة التاسعة من علامات حسن الخاتمة فالموت بالحرق. عن جابر بن عتيك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصاحب الحريق شهيد. أخرجه مالك والنسائي وأبو داود وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وصاحب الحريق شهيد، يعني من قتلته النار فمات محروقا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحريق شهيد. أخرجه ابن عساكر بإسناد صحيح. والحريق الذي يقع في حرق النار فيتلهب، يعني الذي يموت متأثرا بالنار، أي يموت محروقا، فقد أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة. عن راشد بن حبيش رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحرق شهادة. أخرجه الإمام أحمد، وهو حديث حسن. وعن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عذاب هذه الأمة، يعني غالبها، جعل في دنياها. أخرجه الحاكم بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد مريضا من وعك كان به، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر، فإن الله يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حوه من النار في الآخرة. أبشر، فإن الله يقول: هي ناري، يعني الحمى، يا ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حوه من النار في الآخرة. أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم، وهو حديث صحيح. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه إلا كفر عنه من سيئاته. أخرجه الحاكم بإسناد صحيح. ما من شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه إلا كفر عنه من سيئاته. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والحاصل أن وجود التبعات أي المظالم لا يمنع حصول الشهادة،
لأن الشارع قد رتب الثواب على صفة معينة، فإذا حصلت للمؤمن عند موته حصل له ذلك الثواب فضلا من الله وإحسانا ووفاء بوعد الله تعالى، والله لا يخلف الميعاد. فمن مات حريقا، من مات حرقا، فإنه شهيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك من علامات حسن الخاتمة الموت بالغرق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله تعالى. وهذا حديث متفق على صحته. وعن جابر بن عتيك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والغريق شهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والغريق شهيد. أخرجه مالك والنسائي وأبو داود وابن ماجه والحاكم، وهو حديث صحيح. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والغرق شهادة. أخرجه النسائي والدارمي، وهو حديث صحيح. والغرق شهادة. وعن أم حرام رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين. المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، وهو الذي يصيبه ما يسمى بدوار البحر، يميد منه رأسه من ريح البحر وحركة السفينة من الاضطراب. المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الشهداء أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة، وهو من قتل في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله، وشهيد في الدنيا فقط، وهو من قتل في حرب الكفار وقام به مانع كفساد نية مثلا وكالفرار من الزحف، وشهيد في الآخرة فقط، وهو ما عدا ذلك والله أعلم. وهي فائدة حسنة جدا. الشهداء أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة، وهو من قتل في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله، وشهيد في الدنيا فقط، وهو من قتل في حرب الكفار وقام به مانع كفساد نية مثلا وكالفرار من الزحف. فتجري عليه أحكام الشهادة في الدنيا، فلا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه، وليس له في الآخرة من نصيب. فهذا شهيد في الدنيا فقط، وشهيد في الآخرة فقط، وهو ما عدا ذلك المبطون والمطعون وصاحب الهدم والغرق والحرق وغير ذلك مما ذكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولله در القائل: ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس من حولك يضحكون سرورا، فاحرص على عمل تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. يعني احرص على أن ترد لهم الصاع صاعين. فهم عندما أتى الله تبارك وتعالى بك إلى الدنيا صارخا معولا مولولا كانوا يضحكون سرورا، فاحرص أنت على أن تخرج مسرورا ضاحكا وهم يبكون لا يسرون. وأما العلامة الحادية عشرة من علامات حسن الخاتمة: فالمرأة تموت في النفاس. المرأة تموت في النفاس. عن جابر بن عتيك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمرأة تموت بجمع شهيدة. والمرأة تموت بجمع شهيدة. أخرجه مالك والنسائي وأبو داود وابن ماجه والحاكم، وهو حديث صحيح. المرأة تموت بجمع، يعني هي التي تموت وفي بطنها ولدها، أي ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنه. والمرأة تموت بجمع شهيدة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
والمرأة يقتلها ولدها جمعا شهادة، أخرجه الإمام أحمد والطيالسي والدارمي وهو حديث صحيح. المرأة التي تموت في النفاس وولدها في بطنها لم تلد وقد تم خلقه، وقيل إذا ماتت من الولادة فسواء ماتت وولدها في بطنها أو ولدته ثم ماتت بإثر ذلك، وهذا أفاده ابن عبد البر في التمهيد. فالمرأة يقتلها ولدها جمعا شهادة. وعن راشد بن حبيش رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والنفساء يجرها ولدها بسررها إلى الجنة شهادة. وفي رواية: والنفساء يجرها ولدها بسرره إلى الجنة شهادة، أخرجه الإمام أحمد وهو حديث حسن. السرة ما يبقى بعد القطع، والسرر هو ما تقطعه أنت فيرمى مع المشيمة، وهو السر أيضا. والنفساء يجرها ولدها بسررها، يعني بهذا الحبل السري، يجرها ولدها بسررها إلى الجنة شهادة. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والنفساء شهادة، أخرجه النسائي والدارمي وهو حديث صحيح. ونفست المرأة تنفس نفاسا فهي نفساء، وذلك إذا ولدت، والنفساء شهادة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، وهذا حديث متفق على صحته. ففي هذا الحديث بيان أن النفساء وإن كانت معدودة من جملة الشهداء فإن الصلاة عليها مشروعة بخلاف شهيد المعركة، إذ هي من شهداء الآخرة. يقول ابن قدامة رحمة الله عليه: فأما الشهيد بغير قتل كالمبطون والمطعون والغرق وصاحب الهدم والنفساء فإنهم يغسلون ويصلى عليهم، لا نعلم فيه خلافا إلا ما يحكى عن الحسن رحمه الله قال: لا يصلى على النفساء لأنها شهيدة. ثم قال رحمه الله تعالى، أي ابن قدامة: وكل هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك غسل الشهيد في المعركة لما يتضمنه من إزالة الدم المستطاب شرعا، أو لمشقة غسلهم لكثرته، أو لما فيهم من الجراح، ولا يوجد ذلك هاهنا. فهذا الحديث الذي رواه سمرة ابن جندب رضي الله عنه، وأنه صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، وهو حديث متفق على صحته، يجعل علامة فارقة بين من أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة في الآخرة كالنفساء، ومن هو شهيد في المعركة فهو شهيد الدنيا والآخرة، وذلك لا يصلى عليه ولا يغسل، وإنما يكفن في ثيابه كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشهداء. والعلامة الثانية عشرة من علامات حسن الخاتمة الموت بالطاعون. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله، وهذا متفق على صحته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن مات في الطاعون فهو شهيد، أخرجه مسلم في صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم، متفق عليه. وعن الأرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا في الذين يتوفون من الطاعون، فيقول الشهداء: إخواننا قتلوا كما قتلنا،
ويقول المتوفون على فرشهم إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا، فيقول ربنا جلت قدرته انظروا إلى جراحهم فإن أشبه جراحهم جراح المقتولين فإنهم منهم ومعه، فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم. وهذا أخرجه النسائي وحسنه الحافظ وذكر له شاهدا عند الإمام أحمد وحسنه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. أخرجه الترمذي والحاكم وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليبتلي عبده بالسقم حتى يكفر ذلك عنه كل ذنب. أخرجه الحاكم وهو حديث صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل تكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعمل، فلا يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه ذلك. أخرجه الحاكم وأبو يعلى وابن حبان وهو حديث صحيح لغيره. ولله در القائل: إن الطبيب له علم يدل به، إن كان للمرء في الأيام تأخير، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. نسأل الله أن يحسن ختامنا بمنه وكرمه، وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالعلامة 13 من علامات حسن الخاتمة: الموت بذات الجنب. عن جابر بن عتيك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصاحب ذات الجنب شهيد. أخرجه مالك والنسائي وأبو داود وابن ماجه والحاكم وهو حديث صحيح. وذات الجنب ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الميت من ذات الجنب شهيد. أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن. وعن ربيع الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وذات الجنب شهادة. أخرجه الطبراني وهو حديث صحيح. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وذات الجنب عند الأطباء نوعان، حقيقي وغير حقيقي. فالحقيقي ورم حار يعرض في نواحي الجنب في الغشاء المستبطن للأضلاع، وغير الحقيقي ألم يشبهه يعرض في نواحي الجنب عن رياح غليظة مؤذية تحتقن بين الصفاقات، وتحتقن تتجمع وتحتبس، وبين الصفاقات والجلد الباطن تحت الجلد الظاهر، فتحدث وجعا قريبا من وجع ذات الجنب الحقيقي، إلا أن الوجع في هذا القسم ممدود وفي الحقيقي ناخس. ويقول العلامة شمس الحق العظيم آبادي: ذات الجنب هي قرحة أو قروح تصيب الإنسان داخل جنبه، ثم تفتح ويسكن الوجع، وذلك وقت الهلاك. ومن علاماتها الوجع تحت الأضلاع وضيق النفس مع ملازمة الحمى والسعال. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين، يعني تتحرك حركة شديدة وترتعد. قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد مريضا من وعك كان به، والوعك شدة الحمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر، فإن الله يقول: هي ناري أي الحمى أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. وهذا حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك. وعن عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موت الفجأة أخذة أسف. وفي رواية: موت الفجأة أخذة أسف. موت الفجأة أخذة أسف أي غضب وسخط. والفجأة موتها أن يموت الإنسان بغير سبب يتقدم من مرض وغيره. موت الفجأة أخذة أسف أي أخذة غضب وسخط، أو أخذة أسف أي أخذة آسف ساخط غضبان. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه. موت الفجأة أخذة أسف، وموت الفجأة أخذة أسف. قال القاري رحمه الله: أي موت الفجأة أثر من آثار غضب الله، فلا يتركه ليستعد لمعاده بالتوبة وإعداد زاد الآخرة، ولم يمرضه ليكون كفارة لذنوبه. فموت الفجأة أخذة أسف. ولله ذر القائل: العبد ذو ضجر، والرب ذو قدر، والدهر ذو دول، والرزق مقسوم، والخير أجمع فيما اختار خالقنا، وفي اختيار سواه اللؤم والشوم. وأما العلامة الرابعة عشرة من علامات حسن الخاتمة، فالموت بداء البطن، كالموت بتليف الكبد أو سرطانه أو سرطان الأمعاء أو الفشل الكلوي أو سرطان المثانة. فإن البطن في لسان العرب وعند النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم التقسيم التشريحي فيفصل الحوض منها، بل كل ذلك بطن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمقطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. متفق عليه. وعن جابر بن عتيك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمقطون شهيد، يعني من قتله بطنه فهو شهيد. أخرجه مالك والنسائي وأبو داود والحاكم، وهو حديث صحيح. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والبطن شهادة. أخرجه الإمام أحمد والضياء المقدسي في المختارة، وهو حديث صحيح. يعني الموت بداء البطن، وهو الاستسقاء وانتفاق البطن، وقيل هو الإسهال، وقيل هو الذي يشتكي بطنه. ويقول ابن الأثير رحمه الله: المبطون الذي يموت بمرض بطنه كالاستسقاء ونحوه. فأي علة كانت بالبطن كانت سببا للموت فهي شهادة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن خالد بن عرفطة وسليمان بن صرد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. من قتله بطنه فلن يعذب في قبره. أخرجه النسائي والترمذي، وهو حديث حسن. وذلك لما في هذه الموتة، أي الموت بداء البطن، من الشدة، حيث إن الميت بالبطن لا يزال حاضر العقل واعي الذهن إلى أن يموت. فتفضل الله تبارك وتعالى عليه بأن جعل
موتته تكفيرا لسيئاته ورفعة في درجاته وعلوا في مقاماته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. أخرجه البخاري في صحيحه. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاه، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. إذا أحب الله قوما ابتلاهم، لا كما يتصور الناس وكما يعتقدون أن الله إذا سخط على قوم ابتلاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده: إذا أحب الله قوما ابتلاه، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي هذه الأحاديث بشارة عظيمة لكل مؤمن، لأن الآدمي لا ينفك غالبا من ألم بسبب مرض أو هم أو نحو ذلك مما ذكر، وأن الأمراض والأوجاع والآلام بدنية كانت أو قلبية تكفر ذنوب من تقع له، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العلامة الخامسة عشرة من علامات حسن الخاتمة: الموت بداء السل، أو الموت بداء السل، أو الموت بالسلال. فكل ذلك يتوارد على معنى واحد، وهو من مات مسلولا. عن راشد بن حبيش رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والسل شهادة، السل شهادة. رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن. وعن سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والسل شهادة. أخرجه الطبراني في الأوسط وهو حديث حسن. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السل شهادة. أخرجه أبو الشيخ وأبو نعيم في أخبار أصبهان وهو حديث صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله من ذنوبه كما يخلص الكير خبث الحديد. وهذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد والطبراني وابن حبان وهو حديث صحيح. إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله من الذنوب كما يخلص الكير خبث الحديد. وعن أم العلاء رضي الله عنها قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الحديد أو خبث الذهب والفضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. الخبث ما تلقيه النار من وسخ الفضة والنحاس وغيرهما إذا أذيبا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وكذا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. ما يصيب المسلم من نصب أي تعب، ولا وصب هو الوجع والألم الملازم الذي لا يذهب ولا يروح، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وهذا طب إلهي وعلاج رباني يداوى به الإنسان من أمراض الذنوب وعلل القلوب، رفعة في الدرجات وعلوا في المقامات وتكفيرا ومحوا للذنوب والسيئات. العلامة السادسة عشرة من علامات حسن الخاتمة: عن سعيد بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. فمن قتل دون ماله
علامة من علامات حسن الخاتمة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. من قتل دون ماله عنده ولأجل حفظه. وكلمة دون أصلها ظرف مكان بمعنى تحت، وتستعمل للسببية على سبيل المجاز. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة. أخرجه النسائي وهو حديث صحيح. وعن سويد بن مقرن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. أخرجه النسائي وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. أخرجه مسلم والنسائي. وعن مخارق رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يأتيني فيريد مالي وهو الصائل. قال: ذكره بالله. قال: فإن لم يذكر؟ قال: فاستعن عليه من حولك من المسلمين. قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: فاستعن عليه بالسلطان. قال: فإنها أي بعد السلطان عني. قال: قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك. أخرجه النسائي وهو حديث صحيح. قال النووي رحمه الله: وأما أحكام الباب ففيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق، سواء كان المال قليلا أو كثيرا، لعموم الحديث. وهذا قول الجماهير من العلماء. وقال بعض أصحاب مالك: لا يجوز قتله إذا طلب شيئا يسيرا كالثوب والطعام، وهذا ليس بشيء، والصواب ما قاله الجماهير. وقال النووي رحمه الله أيضا: والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تعطه مالك، فمعناه لا يلزمك أن تعطيه، وليس المراد تحريم الإعطاء. ويقول الإمام الترمذي رحمه الله: وقد رخص بعض أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله. وقال ابن المبارك: يقاتل عن ماله ولو درهمين. ويقول العلامة تقي الدين أبو بكر ابن محمد الحسيني الشافعي رحمه الله: وإن قصد في ماله وإن قل كدرهم فله أن يدفعه عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، وله تركه لأنه يجوز إباحته. نعم، إن كان المال حيوانا وقصد إتلافه وجب الدفع لحرمة الروح. قاله البغوي: ما لم يخف على نفسه، والله أعلم. وقال رحمه الله تعالى أيضا: ولأن الصائل ظالم والظالم معتد، والمعتدي مباح القتال، ومباح القتال لا يجب ضمانه، يعني أن دمه هدر، يعني لا قصاص فيه ولا دية ولا كفارة. العلامة السابعة عشرة: الموت دفاعا عن النفس. عن سعيد بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قتل دون دمه فهو شهيد. أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. وعن سويد بن مقرن رضي الله عنه قال: قال رسول الله: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. أخرجه النسائي وهو حديث صحيح. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. أخرجه ابن عساكر وهو حديث صحيح. لأن المؤمن محترم ذاتا ودما وأهلا ومالا، فإذا أريد منه شيء من ذلك جاز له الدفع عنه، فإذا قتل بسببه فهو شهيد.
وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهر سيفه، أي سله من غمده، ثم وضعه يعني في الناس يضربهم به، فدمه هدر. أخرجه النسائي والحاكم، وهو حديث صحيح، يعني لا دية ولا قصاص ولا كفارة، فدمه هدر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وحكى ابن المنذر عن الشافعي قال: من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله الاختيار أن يكلمه أو يستغيث، فإن منع أو امتنع لم يكن له قتاله، وإلا فله أن يدفعه عن ذلك ولو أتى على نفسه، وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة، لكن ليس له عمد قتله. وقال العلامة تقي الدين أبو بكر بن محمد الحسيني الشافعي رحمه الله: فإن لم يندفع إلا بالضرب فله أن يضربه، ويراعى فيه الترتيب، فإن أمكن باليد لم يضربه بالصوت، وإن أمكن بالصوت لم يجز بالعصا، وإن أمكن بجرح لم يقطع عضوا، وإن أمكن بقطع عضو لم يذهب نفسه، فإن لم يندفع إلا بالإتيان على نفس الصائل المعتدي فله ذلك ولا قصاص عليه ولا دية ولا كفارة. وأما العلامة الثامنة عشرة من علامات حسن الخاتمة فالموت دفاعا عن الأهل. عن سعيد بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه النسائي وأبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. وعن سويد بن مقرن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. أخرجه النسائي وهو حديث صحيح. قال النووي رحمه الله: وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف. ويقول الإمام تقي الدين أبو بكر ابن محمد الحسيني الشافعي رحمه الله تعالى: وإن قصد حريمه كزوجته وأمته وولده ونحوه بقتل أو لينال من أحدهم فاحشة كما قاله الماوردي، وجب عليه الدفع لتحريم إباحة ذلك لأنه حق غيره. وقد روي أن امرأة خرجت تحتطب فتبعها رجل يراودها عن نفسها، فرمته بفهر وهو الحجر ملء اليد فقتلته، فرفع ذلك لعمر رضي الله عنه فقال: قتيل الله، والله لا يودى هذا أبدا. ولم يخالفه أحد من الصحابة فكان إجماعا. وإذن إذا اعتدى على الإنسان معتد يريد قتله أو أخذ ماله أو هتك عرض حريمه، فمن حقه أن يقاتل هذا المعتدي دفاعا عن نفسه وماله وعرضه، ويدفع بالأسهل فالأسهل، فيبدأ بالكلام أو الصياح أو الاستغاثة بالناس إن أمكن دفع الظالم بذلك، فإن لم يندفع إلا بالضرب فليضرب، فإن لم يندفع إلا بقتله فليقتله، ولا قصاص على القاتل ولا كفارة عليه ولا دية للمقتول، لأنه ظالم معتد، والظالم المعتدي حلال الدم لا يجب ضمانه. العلامة التاسعة عشرة من علامات حسن الخاتمة الموت في المدينة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. ومعنى من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، يعني عليه أن يلزم سكناها وأن يصبر على شدتها ولأوائها رجاء حسن الخاتمة فيها ورجاء شفاعته صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وعن امرأة من بني ليث رضي الله عنه أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن لا يموت إلا بالمدينة فليمت بها، فإن من يمت بها يشفع له أو يشهد له يوم القيامة. وهذا حديث صحيح، أخرجه ابن حبان والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان. وهو أمر له بالموت بها، وليس ذلك في استطاعة الإنسان، بل هو إلى الله تعالى، لكنه أمر بلزوم مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم والإقامة بها بحيث لا يفارقها،
حتى يكون ذلك سببا لأن يموت فيها، فأطلق المسبب وهو الموت بها، وأراد السبب وهو الإقامة فقوله تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأما العلامة العشرون من علامات حسن الخاتمة فالموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة الجمعة، تدخل ليلة الجمعة بغروب شمس يوم الخميس، ويخرج يوم الجمعة بغروب شمس، وذلك لأن الليلة تسبق اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. أخرجه الإمام أحمد والترمذي، وهو حديث حسن أو صحيح بمجموع طرقه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أجير من عذاب القبر وجاء يوم القيامة وعليه طابع الشهداء. أخرجه أبو نعيم في الحلية، وهو حديث حسن بشواهده. وقال القرطبي رحمه الله هذه الأحاديث التي تدل على نفي سؤال القبر لا تعارض أحاديث السؤال بل تخصها، وتبين من لا يسأل في قبره ولا يفتن فيه، ومن يجري عليه السؤال ويقاسي تلك الأهوال. وهذا كله ليس فيه مدخل للقياس ولا مجال للنظر فيه، وإنما فيه التسليم والانقياد لقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه 20 علامة من العلامات التي يستدل بها على حسن الخاتمة. فإذا آتى الله رب العالمين عبدا خيرا فأماته بعلامة من تلك العلامات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك من دلائل أن الله تبارك وتعالى قد أحسن خاتمته. نسأل الله أن يحسن لنا الختام أجمعين، إنه على كل شيء قدير. ويبقى شيء يسير، هل يقال فلان شهيد؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال تقولون في مغازيكم فلان شهيد، يعني في غزواتكم تقولون فلان شهيد ومات فلان شهيدا، ولعله قد يكون قد أوقر راحلته، يعني حملها وقرا، والوقر هو الحمل الثقيل، ولعله قد يكون قد أوقر راحلته، ألا لا تقولوا ذلكم ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد. وهذا رواه الإمام أحمد في المسند وسعيد بن منصور في سننه، وهو حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق على صحته. وقال الإمام البخاري رحمه الله باب لا يقال فلان شهيد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، أي يجرح في سبيله. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منه، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر أن نترك سرائرهم إلى الله تعالى. وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح تلك العقيدة عقيدة أهل السنة يريد الطحاوي أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم، وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النار،
ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكن نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن الحقيقة باطنة وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. نسأل الله أن ينجينا من النار أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه وصفيه وخليله ونجيه محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صلاة دائمة أبدا وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.